طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم. من مذكرات القيادي السابق في حزب البعث العربي الاشتراكي الأستاذ إحسان وفيق السام الرائي، قاعة الخلد، الحقيقة المرة، الجزء الرابع. لكن قبل ذلك نقرأ بعض الأخبار الرياضية. فصل عشائري بين إبراهيم بايش والحكم الخلوق مهند قاسم. الله يساعد رونالدو في نادي نصر السعودي لو صارت عركة بينه ولاعب آخر، هل له عشيرة تفزع له؟ أو ميسي لعب في العراق لنادي معين، يقال بأن الرحمة فوق القانون وبذلك تصبح هيته، بعد ذلك لا حسيب ولا رقيب. الإعلامي هشام محمد يقول: كما وصلني من داخل اتحاد الكرة خلال اجتماع المكتب التنفيذي، حصلت مشادة كلامية بين رئيس الاتحاد عدنان درجال وعضو الاتحاد غالب الزاملي طالب بإلغاء لجنة المغتربين أو المحترفين وتكليفه شخصيا بهذا الملف، وهذا ما رفضه رئيس الاتحاد عدنان درجال، مطالبا الزاملي بعدم حضور الاجتماع المقبل ما لم يقدم استقالته من نادي الشرطة. يدور طش براس المغتربين. عماد محمد مدرب منتخب شباب العراق يقول: أتابع كل صفحات في الفيسبوك وأقول لهم لن أسمع لكم إذا نجح ابتزازكم مع بعض المدربين، ولكن معي مستحيل لن تنجح. أتعرض لحملة إعلامية شرسة لعدم استدعاء بلند آزاد وكأنه مارادونا، وفنيا هناك من هو أفضل منه في الوقت الحاضر، وأبعاده هو الجانب التربوي. لم أستدعي ابني بديلا لبلند، بل تواجد ضمن اللاعبين الثلاث الاحتياط. والآن نعود بكم إلى الجزء الرابع. من 17 تموز 1968 إلى 22 تموز 1979 المؤامرة المرة. لم يكن الموت بين أعضاء الحزب شيئا غريبا، كانوا يسمونه التصفية الجسدية أو الفيزياوية. 4 سنوات ونصف تعذيب وصياط وجوع وعطش وإهانات وحرمان من التبول والنوم والعلاج. ليلة وليلة بانتظار الموت كنا 55 رجلا متهمين بالتآمر على صدام وخيانة حزب البعث والوطن. وبعد غروب 8 آب 1979 تغير الطقس، فأصبحنا 33 رجلا ميراثنا السجن، بعد أن أصدر صدام حكم الموت بحق 21 رجل. وزير ووكيل وزارة وسفير، مدير عام، قائد فرقة عسكرية، ضباط بمختلف المراتب، استاذ جامعي، دكتور، صيدلي، أديب، صحفي. أيها المتآمرون الخونة، قال برزان، اخفضوا أوزانهم إلى 30 كيلوغرام، تمنع الحركة والكلام والنوم والأكل والماء والبو إلا بأمر من السادة الضباط. تذكرت العقيد صالح الحمداني وقد زهق مرة من السادة الضباط فقال: أتريدون منا أن نخاطبكم بكلمة سيدي الضابط وأعلى رتبة فيكم، لو جندي أول لو نائب عريف؟ عليكم نسيان اسماءكم واعتماد اسماءكم الجديدة، حتى الحشرات تستحق الرحمة إلا أنتم أيها الخوان. أغبر، جربوع، إزمال، ثور، واوا. والآن اسمعوني التعداد. غرفة 4 الثور، نعم سيدي. الغرفة 3 الإزمال، سيدي. ها يا خونة الإزمال سيدي، هيا افتحوا الأبواب اخرجوهم. توالى الرفس والضرب. ماذا سيعرف التاريخ عن الحرق وقلع الأظافر والكوي بالنار والتجويع والعطش والصعق الكهربائي؟ نحن محكومين بالسجن، وهو ما ينفي عنا هذه الوسائل القسرية. صدام يريد إسقاطنا اجتماعيا حتى ينسى الحزب والشعب من نكون بهذه الوسائل الدنيئة،
ويصفي حساباته القديمة معنا. أيها المتكبر والصلب، ألست القاتل؟ نحن حزب أم فاشست؟ والآن ألقي ما عليك شرائح متشققة من الدم والجلد البشري وتمدد، سألقي عليك سطلة من الماء المسدوج. ألم تسمع بشباط الأزرق؟ حتى الجواميس تترك الماء إلا الخونة. داس كعب البسطال فوق الجروح. إش غاب الوجود والله والسماء والبرد، لا صوت لا أنين إلا للحيطان الميتة. بوابة يؤرجحها الفراغ، الأرض كونكريتي مبللة بالماء والدم. من هنا عبروا وستلحقونهم الليلة. المقدم منعم هادي، كردي سعيد عبد الباقي، مرتضى سعيد عبد الباقي، أحمد العبيدي، المقدم صالح، فليح الساعدي، العقيد الركن عبد الواحد معيدي، العميد الركن حامد الدليمي، طاهر حبيب، العقيد الركن رياض قدو، فاضل العبيدي، علي جعفر حسين، حسن محمود طه، محسن الذهب، ومحمد صبري الحديثي. احتفالية تعذيبنا اليومية بلا حدود، بلا نوم أو قعود أو ماء أو دواء، 20 ساعة من الانتظار. هراوات وأخشاب وقضبان وكهرباء وتعري ودوش من الثلج، بلا أصوات وأنين، مزالق الصابون والقعود إلى الوسط والوقوف على الرأس، الفلقة الصعقة الكهربائية، التعليق من الأكتاف والرجلين. يا طاهر تحمل قليلا، ذراعك مثل مستنقع أخضر والعفن بركة من الطحالب، لقد أصبت بالغرغرينة. أنا في ألمانيا منذ أسبوعين في اجتماع الإقرار الأدوية التي نريد إنتاجها في العراق لنوفر السلام لمواطنينا، ولا أجد وقتا أحك رأسي فيه. سألت زوجتي كيف أمي والصغار، وما أخبار الوحدة؟ أبلغ رفاقي في المؤسسة التحيات. يا منعم ساقك كثيرة، شقيقاتي 7 نساء بلا معيل ولا قريب، وأنت مصاب بالغرغرينة، وعما قريب سيدب العفن. حامد الدليمي جرجروك من المطار بالضرب أمام زوجتك وأطفالك، وظلت 37 شظية في صدرك، أحرقوه حيا ليموت من التسمم. رياض قدو انتهت الإجازة وسعود إلى موسكو، أنزلوه من الطائرة. حتى محمد محجوب صهري تفاجأ من وجودي في القاعة، قتل لأنه بدد الماء. يا كردي صغيرتي بسمة لا تطيق فراقي، تشم رائحة ثيابي، كنت أحتفظ بالفانيلة والدم لأريها لبناتي، لقد ضربوه صوندة محشوة بالقضبان مزقت مثانته. عبد الرزاق العبيدي قتلوك لأنك لم تحجز لهم مكانا في مصلحة نقل المسافرين. محسن الذهب يا أبا محمد شلخوك نصفين وأحرقوا كفوفك بالكحول، 100 صندة إضافية. حسن محمود طه كسر ظهري بالبسطال، ازحف يا نائب حركة التحرير العربية. حسين العاملي مت من القرحة. محمد صبري إنك لم تقبل المساومة، فلتخسف بك الأرض، لقد كموا فوق 33 رجلا فتكسرت أضلاعه. مرتضى أهذا السجن الذي افتتحه لنا؟ والآن غذ هذا القرص، إنه خاص بمرض القلب. عبد الواحد معيدي كان علي الالتحاق باللواء 10 وطريق السليمانية يقطع في 3 ظهرا، ولا بد من الاستئذان من قائد الفيلق في كركوك، فاقترح ياورة أن أكتب له رسالة اعتذار، فوضعها تحت الجامة فوجدها برزان تهمة بالخيانة.
المقدم صالح فليه. دعوت رفاقي في المكتب العسكري إلى العشاء بعد صعود صدام للرئاسة. وليد وزهير شكري ومحمد عبد اللطيف وسعدون مصلح الدليمي، فاتهمنا برزان بالتآمر باستثناء سعدون مصلح. لماذا أنت هنا يا سليم بطل معركة دمشق؟ لقد قلت أنا وحامد الدليمي عدنان خير الله لا يستحق وزارة الدفاع. عيد الفطر أيقظونا فجرا، سمعت ابتهالات العيد لأول مرة بعد أن وضعت ترانسستر فأمسكت بالمحجر. قال قيس العبد: أكل الزين وشرب الزين ونم الزين وسأقدم لكم العيدية. كانت العصا تكوي أكثر من النار، إلا بصيصا من الضوء تسلل من ثقب في الغطاء الحياة. قال ابن هويش: لقد تبولت في الدورق، أي ما نسميه الدولك بالعامية، هيا اشربه يا بدر. قال النقيب عدنان إبراهيم لمسؤوله العسكري: زين شلون تقولون محي عبد الحسين إيراني؟ زين وين كانوا من اختاروه للقيادة القطرية؟ لقد جرجروك من ساحة العرضات إلى التآمر. اعترضت على تهديد مهندس مصري هددوا بإلقائي في حوض التيزاب. طاهر الربيع رئيس مؤسسة سامراء، المقدم منعم هادي، العميد الركن حامد جاسم الدليمي، السفير في كراشي، العقيد الركن رياض قدو، الملحق العسكري في موسكو، كردي سعيد عبد الباقي محافظ ديالى، علي جعفر حسين عضو مكتب العمال المركزي، فاضل عبد الرزاق العبيدي مدير عام النقل، مرتضى الحديثي وزير الخارجية، العقيد الركن عبد الواحد معيدي، محمد صبري الحديثي وكيل وزارة الخارجية، المقدم الركن صالح فليح الساعد عضو المكتب العسكري، العقيد الركن سليم شاكر الإمامي رجل معركة دمشق. كانت زنزانات الإحكام الثقيلة في سجن أبو غريب فارغة قبل نقلنا إلى سجون المخابرات الانفرادية، وعلى الحيطان خطت كلمات مضطربة كتبها أحد المجرمين: لقد حكم علي يوم 25 آذار 1979 بسجن المؤبد، وأفرج عني يوم 18 آب 1979 بالعفو العام، ومنحت مكافأة 55 دينارا خرجية. الله يطول عمر الرئيس. عفو استثنى الجواسيس وخونة الوطن نحن. تم تشكيل محكمة خاصة حسب قرار مجلس قيادة الثورة، تألفت من 7 أشخاص من أعضاء مجلس قيادة الثورة، مؤلفة من نعيم حداد رئيسا. حاكمت الأشخاص المتهمين بإعدام قاعة الخلد 1979، فحكمت بإعدام 22 شخصا وسجنت الباقين. انتظرونا في الجزء الخامس وتقبلوا منا أجمل التحيات.